صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع لنطلعكم على أبرز الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم. من موقع اليوم السابع، اتحاد الكرة يقرر إقامة مباريات الأسبوع الثلاثة الأخيرة في الدوري في توقيت واحد. قررت اللجنة الخماسية برئاسة السيد عمرو الجنايني إقامة الثلاث أسابيع الأخيرة من بطولة الدوري العام كل المباريات في توقيت واحد، إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص، وده طبعا علشان تحديد الفرق الهبوط وكمان فرق المربع الذهبي بدون يعني ما في مباراة تأثر نتيجتها على المباراة الثانية. ومن موقع يلا كورة، توهج المحترفين، هاتريك صلاح وتألق النني وبطولة كوكا. بالأمس طبعا شاهدنا يوم حافل للاعبين المصريين في الدوريات الأوروبية المختلفة، ذكرها موقع يلا كورة في تقريره صباح اليوم، واللي قال أنه في توهج كبير جدا للاعبين المحترفين في البطولات الأوروبية المختلفة، وعلى رأسها طبعا فوز وتحقيق محمد صلاح لأرقام قياسية كبيرة جدا أمام ليدز في افتتاحية البريمير ليج امبارح، بعد ما قاد فريقه للفوز بأربع أهداف مقابل ثلاثة وسجل هاتريك في مباراة أمس. كمان حقق أحمد حسن كوكا نجم فريق أولمبياكوس اليوناني لقب كأس اليونان بعد فوز فريقه في المباراة النهائية بهدف دون رد على نظيره أياك أثينا. كمان اللاعب محمود حسن تريزيجيه نجم فريق استون فيلا قاد فريقه في الفوز على نادي مانشستر يونايتد بهدف دون رد امبارح في ختام المباريات الوديه. كمان محمد النني نجم فريق ارسنال يعني شهد اداؤه تفوق كبير جدا وامكانيات فنيه عاليه قدمها اللاعب في مباراه امس امام فولهام واللي فاز فيها فريق ارسنال بثلاث اهداف دون رد. ومن موقع مصراوي، الأهلي يرد على ليفربول بعد لفتة صلاح تجاه مؤمن زكريا. بعد أن احتفل نجم منتخب مصر وفريق ليفربول على طريقة مؤمن زكريا امبارح بعد تسجيله الهدف الثالث، نجمنا محمد صلاح امبارح كمان في لفتة إنسانية أثارت يعني إعجاب الكثيرين جدا من متابعي ورواد السوشيال ميديا سواء في مصر أو في العالم كله. وكمان كتب الحساب الرسمي لليفربول تعليقا على احتفال محمد صلاح امبارح: صلاح يدعم صديقه في المنتخب ولاعب الأهلي مؤمن زكريا الذي يمر بأزمة صحية في الآونة الأخيرة ويحتفل على طريقته، نتمنى السلامة المؤمن وستعود أقوى. وعلى الناحية الثانية، الحساب الرسمي للنادي الأهلي رد على ليفربول ورد على احتفال محمد صلاح بصورة تجمع الثنائي مؤمن زكريا ومحمد صلاح معلقا الوجه المشرق للرياضة المصرية. كمان هاتريك محمد صلاح كان طبعا حديث الصحف العالمية، ولكن خلينا نروح لموقع في الجول، ست أرقام حققها محمد صلاح بعد الهاتريك أمام ليدز. هنذكر ست أرقام قياسية لمحمد صلاح حققها امبارح بهاتريك اللي حققه امبارح في شباك ليدز، وكان أول الأرقام القياسية أنه صلاح أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يحقق أهداف في افتتاحية الدوري الإنجليزي لأربع مواسم متتالية. الرقم القياسي الثاني انه الهاتريك بتاع محمد صلاح امبارح هو كان الثالث ليه بقميص ليفربول بعد ما انضم للفريق الإنجليزي في عام 2017. ثالث الأرقام القياسية أنه صلاح أصبح اللاعب التاسع تاريخيا في تسجيل هاتريك بقميص ليفربول في الجولة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي. والرقم القياسي الرابع، صلاح يكسر حاجز الخمسين هدف على ملعب أنفيلد ليصبح اللاعب الرابع لفريق ليفربول اللي حقق الرقم ده. كمان محمد صلاح أصبح تاني لاعب أفريقي يسجل في هاتريك في تاريخ الدوري الإنجليزي. وبوصول محمد صلاح امبارح للهدف 97 اقترب من الدخول لنادي المئة بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي.
وعلى الصعيد العربي من موقع البطولة المغربي تقدم في مفاوضات الوداد مع أيوب الكعبي. ذكر موقع البطولة المغربي أن إدارة الوداد المغربي تقدمت في مفاوضاتها لضم اللاعب أيوب الكعبي في الفترة المقبلة، بعد طبعا ما اللاعب فسخ تعاقده مع نادي هيبي 14 الصيني، وكمان لسه حتى الآن ما فيش أخبار رسمية عن اقتراب اللاعب بشكل رسمي لفريق الوداد، ولكنه هو الفريق الأقرب حتى الآن في ضم اللاعب. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من جريدة اليوم السابع، شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. نورهان بنشكرك جدا زميلتنا العزيزة نورهان طمان.